أخبار اليوم. أهلا بكم في النشرة الرياضية الجديدة من النشرات الرياضية بوابة أخبار اليوم، وأول حلقات نشراتنا الرياضية في 2016. هنقوم بجولة داخل الأندية والملاعب والاتحادات الرياضية المختلفة لنلقى أهم وآخر الأخبار. تابعونا في نشرة أخبار اليوم الرياضية. الأهلي يهزم الإنتاج. هذه جول جول جول، هدف قاتل، رجل اللحظات الأخيرة. النطق بالحكم في قضية حل الجبلية 28 فبراير. قررت محكمة القضاء الإداري الأحد حجز دعوى حل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام للنطق بالحكم يوم 28 فبراير المقبل، وذلك لتقديم مذكرات جديدة تتعلق بالدعوى. وحضر الجلسة كل من محمد المشطة المستشار القانوني الممثل على اتحاد الكرة، وهرمس رضوان صاحب دعوى حل مجلس الاتحاد بدواعي التزوير. نيمار يحتفظ بكأس أفضل لاعب برازيلي. توج اللاعب البرازيلي نيمار بجائزة صحيفة سامبا البرازيلية الذهبية للسنة الثانية على التوالي كأفضل لاعب برازيلي في القارة الأوروبية، بعد أن حقق العديد من الإنجازات والألقاب مع ناديه برشلونة الأسباني في كرة القدم. وحصل نيمار على 37% من أصوات استفتاء الصحيفة البرازيلية، والتي شارك فيها أكثر من 100,000 شخص من البرازيل عبر العالم من صحفيين ومشجعين ولاعبين سابقين. وكان نيمار قد فاز بهذه الجائزة أيضا في العام الماضي، وحل اللاعب دوغلاس كوستا لاعب بايرن ميونخ في المركز الثاني، بينما كان فيليبي ميلو في المركز الثالث. وسجل نيمار مع برشلونة هذا العام 34 هدف في 46 مباراة شارك فيها مع الفريق. أحمد مرتضى يعتزل عن الإشراف على الكرة، والكمبيوتر يحكم الزمالك. أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك اعتذاره عن الإشراف على الفريق الأول لكرة القدم، مشددا على أنه يقوم بدوره من خارج الفريق تماما مثلما يكون على رأس المنظومة. وتابع أحمد مرتضى منصور في تصريحاته الحصرية لبوابة أخبار اليوم أنه انتهى من وضع سيستم إلكتروني تتحكم من خلاله بكل ما يخص شؤون الكرة بالنادي وكافة التفاصيل الدقيقة الخاصة بنجوم الكرة بما فيها حياتهم الشخصية التي تؤثر على حياتهم العملية، صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وبريدهم الإلكتروني، وعناوين المراسلات، وموعد النوم، وطريقة الغذاء الرياضي. وأشار أحمد مرتضى أنه انتهى من تجربة سيستم الكرة، وهو نظام احترافي يطبق لأول مرة في مصر من خلال الكمبيوتر، وأنه يتوقع أن هذا النظام سيتم تعميمه بالأندية خلال الفترة القادمة لما لمسه فيه من إيجابيات. الحدود والمحلة يتعادلان 2-2. تعادل فريق حرس الحدود وغزل المحلة بهدفين لكل منهما خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب المكسب الأسكندرية ضمن الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز، وأحرز هدفي حرس الحدود أحمد صبري وخالد مايز في الدقائق 36 و46 من عمر المباراة، وأحرز هدفي غزل المحلة اللاعب محمد يحيى في الدقائق 72 و78 من ركلتي جزاء. بهذه النتيجة ارتفع رصيد حرس الحدود إلى 5 نقاط وغزل المحلة إلى 5 نقاط، هذا وقد خرج أحمد أيوب مدرب الحرس غاضبا من المباراة. أنني هذه حقيقة انتقالي لأرسنال وحكاية حلم السنوات الأربع. قص محمد النني نجم بازل لكرة القدم والفرعون المصري القادم بقوة في عالم الكبار بوابة أخبار اليوم بتصريح خاص جدا، مؤكدا على أنه بات على اعتاب الانتقال إلى أرسنال الإنجليزي. وتابع النني أن أرسنال حسم بشكل رسمي كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة، وانتظر فقط الورقة التي تثبت نسبة مشاركته مع منتخب مصر والتي لابد أن تتجاوز نسبة 75%. وأضاف النني أن حلم أرسنال كان يداعب خياله منذ 4 أعوام، وبالتحديد منذ مشاركته في أولمبياد لندن 2012، وأن الإجراءات المتبقية لا تعد كونها إجراءات ورقية، مشددا على أنه تجاوز نسبة المشاركة المطلوبة. وعلمت بوابة أخبار اليوم أن اللاعب سينضم إلى أرسنال مقابل 7.4 مليون استرليني في موسم الانتقالات الشتوي، ويبقى فقط الحصول على ورقة رسمية تثبت نسبة مشاركة اللاعب في المباريات الرسمية مع منتخب مصر.
وعلمت بوابة أخبار اليوم أن اللاعب سينضم إلى أرسنال مقابل 7.4 مليون استرليني في موسم الانتقالات الشتوية، ويبقى فقط الحصول على ورقة رسمية تثبت نسبة مشاركة اللاعب في المباريات الرسمية مع منتخب مصر. إصابة 10 أشخاص في رالي داكار بالأرجنتين. تعرض 10 أشخاص لإصابات خطيرة بسبب خروج سيارة عن مسارها في مدينة أرساز بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس خلال المرحلة التمهيدية للنسخة 38، ووقع الحادث في المرحلة التمهيدية بين بيونس آيرس وروزاريو على مسافة 346 كيلومتر، وذلك عندما خرجت الصينية جيو ميلينغ التي تشارك في رالي داكار للمرة الأولى عن المسار وصدمت العديد من المتفرجين. وقال مسؤولون عن الرالي في بيان لهم أنهم قاموا بإجلاء 4 جرحى بينهم 2 في حالة خطيرة، وأضاف البيان أن رجال الإنقاذ أوضحوا أن 6 أشخاص آخرين تعرضوا لإصابات خفيفة تم نقلهم إلى المستشفى. مانشستر سيتي يقلب الطاولة في وجه واتفورد وفوز مثير بالدوري الإنجليزي. حاول فريق مانشستر سيتي تأخره بهدف إلى فوز بـ2 على مضيف واتفورد السبت على استاد فيكارد رود بمدينة واتفورد في إطار الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. تقدم واتفورد عبر لاعب الصربي إلكساندر كورارفو مدافع مانشستر سيتي بالخطأ في مرمى بعد أن حول ركنية الإنجليزي بين ويتسون لاعب وسط واتفورد برأسه في مرمى زميله جو هارت في الدقيقة 55، وتمكن الإيفواري يايا توري من إدراك التعادل للسيتي من تسديدة رائعة في الدقيقة 82 قبل أن يسجل الأرجنتيني أجويرو هدف الفوز لمانشستر سيتي من رأسية قوية في الدقيقة 84، ورفع السيتي رصيده إلى 39 نقطة ليعزز مركزه الثالث ويقلص الفارق مع ليستر سيتي الذي سقط في فخ التعادل السلبي أمام بروسيا دورتموند في وقت سابق. في المقابل تجمد رصيد واتفورد عند 29 نقطة في المركز التاسع. سعدت بلقائي معكم، وإلى لقاء جديد في نشرة رياضية جديدة من النشرات الرياضية لبوابة أخبار اليوم. كانت معكم نور إبراهيم، بوابة أخبار اليوم.